انا كنت حابه اني اوصل، حابه اني اثبت نفسي، والحمد لله يعني تعبي ما راح هيك. انا طالبه علا عبد الرزاق شموطي، عمري 28 سنه، منقطع عن الدراسة من عام 2010، متزوجة وعندي 4 أولاد. أنا عايشة هون بمخيم الصباح. طبعاً قبل ما نجي على مخيم الصباح انتقلنا على كذا مخيم، وآخر شيء استقرينا هون، صرنا هون 5 سنين. بصراحة هي معاناة يعني كتيرة. هلا الدراسة يعني مجرد ما انه نسمع انه فلان عم يدرس فهو اكيد عم يمر بحالة صعبة من جهة اولادي من جهة البيت. توصل معي احيان حالات يعني عند الليل كون لحالي، وكان يعني الدنيا شتوية، اولادي يكونوا مرضانين. الحالة المادية يعني اكيد بغنى عن التعريف، يعني حال اكترية الناس. فتوصل معي المرحلة لانه خلاص ما بدي اكمل دراستي، سكر الكتب خلاص، انا ما عاد بدي اوقع عن جد، بس بعدين ارجع اوقف على اجري. هلا باعتبار انه كانت الدراسه اونلاين على الهاتف يعني، فاكثر الاوقات ما يكون في عندي نت، وال مثل ما بتعرفوا نحن على الطاقه الشمسيه وبالشتويه ما في شمس، فاكثر الاوقات ما في عندي لا شحن ولا نت. بس انا لما اخذ الدرس خلاص ما في شيء اسمه والله اليوم ما عندي نت، خلاص ما في داعي احضر. انا بعرف انه الاستاذ اليوم راح يعطينا هاي الفقره او راح ناخذ هذا الدرس، فانا ادرسه لحالي بالبيت. بصراحه الدراسه كانت اخذي يعني اكبر وقتي. احيانا الولاد خلص يعني الولد لما بده يجوع خلاص بدك تطعميه، لما الولد بده منك شيء خلاص. انا اولادي كانوا 2 بالمدرسه، فكنت لازم ما اقصر دراستهم ابدا. اكثر الاوقات اكون يعني اتركهم لحتى يناموا واسهر انا بالليل، ومع وبنفس الوقت فيق الصبح بكير معهم نبعتهم على المدرسه. هلا انا رح اوجه تحيه كبيره لابوي وامي، هني دعواتهم طبعا كان في لها دور كبير، وامنوا فيي وثقوا فيي، وكمان زوجي يعني كان ماشي معي خطوه بخطوه ويحاول قدر الامكان يأمن لي يعني جو دراسه مناسب. طبعا بوجه شكر كثير كبير لمبادره مسارات، الله يجزيهم كل خير. يعني هني اجوا بالوقت يعني انا وكثير بنات ما بنحسن مثلا نطلع برات البيت وفي عندنا اولاد، او مثلا تكاليف المعاهد والدورات والتدريس رح تكون عالي، فهني امنوا لنا هذا الشيء وبالبيت عندي ولقوا مجانا كمان.